للسيد مدير المدرسة رفقة التلميذين زعبيط نجاح وقطش أبو بكر. 3 ديسمبر اليوم العالمي للأشخاص المعاقين، طبعا تكملة لما يتم توزيعه خلال السنة كرمزية، سنوزع ما يقارب 30 تجهيز، من بينها كرمزية هنا 10 تجهيزات. طبعا هذا التجهيز سيوزع حتى على الأشخاص في مناطق الظل. نتمنى المزيد من الالتفاتات للإخوة اللي مازال ما استفادوش، والاهتمام يعني بالشغلات والاحتياجات الخاصة في جميع المجالات.